حتى يعني في غير البطولة دي تحديدا بشكل عام في طفرة في البنية التحتية في الألعاب الجماعية بشكل عام وألعاب الصالات، وبنشوف مدن كاملة كمان وفي العاصمة الإدارية شايفين مدن أولمبية كاملة، فده في حد ذاته برضو ليه دور كبير. أنا مهندس مدني وأفخر أن كنت رئيس لجنة التفتيش في الاتحاد الدولي على الملاعب، وعاوز أقول أن الملاعب اللي اتعملت الفترة الأخيرة في مصر ملاعب عالمية. أنا لفيت كتير جدا، أنا كنت في الاتحاد الدولي لفترة أكثر من 10-12 سنة بشوف ملاعب، لا البنية الأساسية في مصر أكثر من رائعة. إن شاء الله رب العالمين تستضيف الأحداث الكبرى ويبقى ليها مردود اقتصادي على الدولة كلها، وطبعا مقصود مردود صحي والناس تتمتع بيها طبعا. يعني أنا استمتاع، يعني أنا عاوز استمتع بالصلاة. طيب كابتن علي، أنا عايزة أسأل حضرتك على تكوين المنتخب. يعني إحنا برضو علاقتنا بكرة اليد كمتابعين مش قوية قوي إلا لو المنتخب بيلعب. هل اللعيبة اللي فيه كلهم من أندية الأهلي والزمالك ومحترفين في هذه الأندية ثم بعد ذلك في أندية دولية، ولا في من محافظات أخرى من أندية بعيدة؟ إزاي بتهتموا باللعيبة بقى اللي من أسوان ومن اسكندرية ومن مرسى مطروح لأنهم يتم استقطابهم لهذه اللعبة والعمل عليهم كلعيبة للمستقبل؟ هو طبعا احنا عندنا في مصر في كرة اليد منظومة كده مختلفة شوية. في عندنا بعض المشاريع اللي بنسميها مشاريع طوال القامة، ومشاريع بتقعد سنة سنتين وبعدين بتصب الأندية، والأندية طبعا بتجري وراء أهم اللعيبة فيها عشان ما يعني بقاش يعني بنبعد في الموضوع. زي أي لعبة. زي أي لعبة طبيعي يعني. جانب احترافي يعني. احنا بس لغاية الفريق الأول يعني المنظومة ماشية بشكل جيد. طبعا بيحصل يعني معلش طبعا عن الاجراءات الماديه، طبعا الماديات بتاثر كتير جدا. لكن احنا عندنا صروح في اسكندريه، مش صراحه صروح في اسكندريه في الالعاب لغايه الشباب والناشئين، لكن دايما الزمالك والاهلي بيستقطبوا اللعيبه. يعني اغلبيه اللعيبه الموجوده هتلاقيهم بيلعب في اهلي وزمالك، بس هو اصله اتحاد سكندري مثلا في اسكندريه، في سموحه سبورتنج، في هليوبلس، في طيران، يعني في نادي الجيش. ده طبيعي. يعني انا مدي مثلا ان حسن قداح احسن لعيبه العالم في سنه ودلوقتي محترف في اكبر انديه اوروبا، هو اصلا يعني اخر سنتين لعب في الزمالك لكن قبليها كان بيلعب في نادي الشمس. احمد هشام دودو بيلعب في نادي مونبلييه، كان في نادي هليوبلس. احمد هشام ده اللي خد افضل لا ده احمد هشام ده واحد تاني. انا بس بكلم عشان انا عمه على فكره. احب بس اجيب سيرته. احمد هشام سيسا لا احمد هشام ده اهلي صرف يعني. يحيى خالد نادي الجزيره اصلا وبعد كده راح الزمالك. يعني بكلم هم بدايتهم دايما بتكون في انديه اخرى وبيتم استقطابهم وبعد كده بيروح، لان طبعا امكانيات اهلي والزمالك ولعبهم في البطولات الافريقيه بيزودهم يعني مهارات وكده، وبيبقوا منصه ليهم اكتر للانطلاق للعالميه اكتر يعني. طب على مستوى المدير الفني، مشواره مع المنتخب، منتخب كره اليد خلال البطوله دي، يعني حضرتك قيمته ازاي؟ بص انا المدير الفني بيستكمل شغل اتنين مديرين قبليه. الحاجه الكويسه اللي اتعملت لانه بقاله 6 شهور فقط، ما بقالوش فتره طويله يعني. الحاجه الكويسه اللي اتعملت ان كان في مديرين فنيين قبليه اتنين اسبان برضو، هو يعني ماشي بنفس الخط ونفس المدرسه. ما 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 يعني طبعا 6 شهور بيبقى قليل قوي على انك انت تظهر مدرب بشكل جديد ويحط بصمته يعني عشان نبقى واقعيين. لكن هو استكمل الشغل بتاع المدربين قبليه، بقى لنا 4 سنين مع مدربين اسبان من نفس المدرسه بالظبط. يعني هو ده يمكن اسبانيا مشهوره بكره اليد طبعا، مشهوره وعندها احسن مدربين في العالم، ويمكن الشامبيون ليج الاوروبي اللي بيوصل للدور الثمانيه هتلاقي 6-7 مدربين اسبان من نفس المدرسه تقريبا، يعني 6-7 مدربين من 8. يعني انت اللوجيك جدا انك انت تجيب المدرسه المتفوقه دي من الناحيه التدريبيه وتحطها اسبانيا طبعا. اخد العوامل القوه. طب اتكلمنا عن امور كتير متعلقه بتحفيز الجيل اللي احنا شايفينه حاليا، مسؤولين تنفيذيين على مستوى عالي كانوا موجودين في القاعه نفسها وبيشجعوا يعني وكانهم من الجمهور وبيسلموا. اتكلمنا عن بنيه تحتيه، ولكن الاهتمام مش بس كان من مثلا على القاده التنفيذيين على مستوى رئيس مجلس الوزراء،
احنا بنتكلم عن رئيس الجمهوريه بنفسه بيهتم. بنشوف تويته من رئيس الجمهوريه على صفحته وما يعني صفحاته على السوشيال ميديا اهتماما بمنتخب كره اليد، مش بس طبعا كره اليد، شفناه في كره القدم وهو رساله للعيبه ويروح بنفسه ويكون حافز ليهم. اهتمام على مستوى القياده السياسيه لاي مدى اهميته؟ ده انعكاس لاهتمام الدوله. يعني لما تلاقي اللعيبه طبعا بيتحملهم مسؤوليه، يا جماعه انتوا شرف لينا، انتوا يعني رافعين اسم مصر. طبعا انتوا يعني ده شرف وتحمل مسؤوليه للعيبه. اللعيبه دايما هتلاقيها متحفزين جدا لما يلاقوا اهتمام واصل لاقصى مدى في الدوله بالشكل ده. فطبعا يعني انا متخيل طبعا اللعيبه قبل وبعد، وعلى فكره هم يعني دي مش اول مره، يعني احنا بنتكلم كره اليد، لا احنا عندنا رصيد من التهنئه والمقابله، حتى عندنا لاعبين عندنا راحوا تكرموا في الرئاسه واكتر حتى في الاداء. يعني انا لا انسى مباراه مصر والدنمارك في كاس العالم 2021، رغم ان فرقتنا ما كسبتش المباراه في النهايه، بس عملوا 2 اكسترا تايم ولعبوا ضربات جزاء، جات لهم تهنئه حتى هم، يعني حتى هي مش على النتيجه بس، نتيجه على الاداء المشاهد، على الاداء والروح القتاليه العاليه للفرقه دي. يعني انت في الرياضه في الاخر بتحاول تبذل اكثر ما عندك، يعني الناس بتحس انك يعني حتى لو كسبان واداء مش معجب، الناس ما بتبقاش مبسوطه قوي، لكن اديت احسن حاجه في الدنيا قصاد اقوى فرقه وطلعت اللي عندك كلها. لا يعني يمكن المباراه دي مباراه تاريخيه، واول مره في تاريخنا احنا يبقى يجي للعيبه تهنئه على الاداء.